أكيد فرح مكملين بصباحنا غير، وعلى المنصة وداخل القاعة الدراسية استمر بدوره الرائد في بناء جيل واعي وقادر على اتخاذ الخطوة الأولى في مستقبله بإرادة وعلى أساس علمي متين، وهو الهدف اللي بقي بوصلة معلمينا بمختلف المراحل التعليمية. واليوم ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا لم تتوقف العملية التعليمية والحصص الدرسية استمرت، ولكن من منصة ضمن القاعة الدرسية إلى المنصة التعليمية عبر الإنترنت اللي رح نتعرف على آلية عملها، وأيضا رح نتوقف على الدور الهام للمعلم في مزاولة مهامه بكل الظروف. هذا الشيء رح نتعرف عليه مع ضيفتنا الموجهة التربوية نادية عبد الرحمن المشرفة والمتابعة للمنصة التربوية. يسعد صباحك وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور وكل عام وجميع معلمينا في ربع وطننا الحبيب بألف خير، وعلى رأسهم القائد بشار حافظ الأسد. أكيد بنقول لك صباح الخير عن جديد، وأيضا كل عام وأنت بخير. اليوم دائما المدرس والمعلم يتصدر المشهد، اليوم المسؤولية كثير كبيرة على عاتق المدرس، إن كان باستكمال العملية التعليمية عبر المنصات مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، وأيضا بنشر التوعية بين الطلاب، وأيضا محاولة إيصال قدر الإمكان للآباء والأمهات. خلينا نحكي اليوم عن دور المعلم بظل هي الظروف، بظل التصدي لفيروس كورونا. المعلمون كما وصفهم القائد المؤسس حافظ الأسد هم البناة الحقيقيون، هم صناع الحضارة، ولا سيما في هذه الفترة التي تمر بها بلدنا والظرف الاستثنائي وقرار تعطيل المدارس الوقائي. المنصات التربوية أنشئت منذ العام الماضي وتم العمل فيها، لدينا ثلاث منصات، منصة التعلم المبكر ومنصتين التعلم العام من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي بشكل عام. أما الآن في ظل هذه الظروف يتم بث ما يقارب 42 درس يوميا، يبدأ بث المنصات من الساعة 9 صباحا وحتى 4 بعد الظهر. منصة القصور أو منصة دمشق يتم فيها بث الدروس للصفوف من الأول وحتى الثامن الأساسي، أما منصة المزة للصفين الثانوي والثالث الثانوي. ومنصة التعلم المبكر تم استثمارها لتقديم الدروس للصفين التاسع الأساسي والأول الثانوي، يعني يشاهد التلاميذ هذه أو المتعلمين هذه الدروس وهم في منازلهم، حيث في نهاية كل يوم تقوم إدارة المنصة بجمع هذه الدروس التي تم تقديمها في اليوم بقائمة تشغيل واحدة ليسهل على التلاميذ العودة إليها وإمكانية عرض الفيديو والتفاعل معها وهم في منازلهم. نعم، يعني مهمة جدا منصة التعليم اليوم. خلينا نحكي أكثر عن الدروس اللي حاليا تقدم لطلاب الشهادة الثانوية وشهادة التعليم الأساسي وتوزيعها خلال هذه الفترة. تم اختيار الدروس بحيث تغطي الأيام، الخطة الدرسية لشهر آذار، النصف الثاني من شهر آذار، حتى تستمر العملية التعليمية. كيف كمان عم بيتم التفاعل بين المعلمين او حتى الطلاب في حال وجود بعض الاسئله او حتى الاستفسارات من قبل الطلاب؟ يعني خلينا نقول نحاول قدر الامكان كانه الطلاب موجودين ضمن الصف وعم ياخذوا الدرس. الحقيقه تم تصميم الدروس في هذه الفتره عن طريق المعلمين مع متابعه من الموجهين للدروس قبل عرضها، مثلا التنسيق معهم لإعدادها وتحضيرها. يكون هناك تم التوجيه أن يكون هناك عندما يطرح المعلم سؤال يكون هناك فترة زمنية ولو قصيرة جدا لإتاحة الفرصة للمشاهد أن يحاول الإجابة ولو كان في منزله. كما يمكن طرح عدة أسئلة أو التفاعل بشكل مباشر أو حتى بعد انتهاء العرض، هناك من يجيب من الموجهين الاختصاصيين أو التربويين على هذه التساؤلات. نعم،
يعني المنصة التعليمية يمكن مثل ما حضرتك حكيتي هي من العام الماضي مفعلة، هلأ صار وقتها مثل ما بيقولوا، اجت بمحلها تماما، تماما دراسة وتوعية بنفس الوقت. قد في دور كبير اليوم على المعلم السوري لحتى يوعي الطلاب بأهمية كمان التقيد بكل التعليمات لحتى يوقي نفسه ويوقي الآخرين؟ طبعا هي موجهة لكي يبقى التلاميذ في منازلهم ولا أو المتعلمين ولا ينقطعون عن الدراسة أو العملية التعليمية. هناك مبادرات كثيرة شاهدناها في مواقع التواصل الاجتماعي من معلمين يقومون بطرح أنشطة، وطبعا هي مبادرات فردية، أنشطة وتوضيحات للدروس لمساعدة الأهل إذا كانوا يتابعون تعليم أبنائهم، أو حتى للمتعلمين حتى يستمرون في التواصل، ولكن بس الهدف البقاء في المنزل. نعم، يعني كمان نحن بدورنا عم نركز دائما على البقاء في المنزل بهي الفترة تحديدا، اللي هي فترة عن جد صعبة، لكثير عادات كنا متعودين لازم نغيرها لحتى تكون عادات صحية وعادات يمكن تحمينا وتحمينا من مستقبلا من هذا الفيروس. اليوم قديش المسؤولية مضاعفة عليكم سواء بنشر التوعية أو حتى بالمنصات التعليمية لاستمرار العملية التعليمية؟ طبعا العمل مستمر، والكادر التدريسي والتعليمي مستمر في العمل في المنصة، سواء في المنصات أو حتى في القناة التربوية السورية، تقديم برامج تعليمية ودروس تعليمية مستمرة ليبقى التلاميذ في أو المتعلمين في بيوتهم، وحرصا على سلامتهم وعدم خروجهم من منازلهم وتعويض الفاقد التعليمي. أكيد. بختام حديثنا مع حضرتك ممكن نذكر طلابنا وين ممكن يوجدوا الروابط المخصصة للتعليم التفاعلي؟ موجودة دائما، نحن نعممها في مجموعات دائما مع الكوادر الإدارية أو التعليمية مع المعلمين، موجودة على موقع المركز الوطني لتطوير المناهج، وأيضا في المحطات السورية أيضا كمان موجودة هذه الروابط للعودة أكيد. إليها بشكل أكيد. دائم. أكيد نشكر أكيد وجودك معنا لليوم، بدنا نقول لك كل عام وأنت بخير للمرة الثانية، وشكرا لجهود جميع الكادر التدريسي ولجهود وزارة التربية أيضا والمؤسسات التعليمية اللي عم تحرص دائما لاستكمال هي العملية بطريقة صحيحة ونحمي حالنا والمحافظة على صحتنا وصحة بلدنا. شكرا لك وأنتم بألف خير. شكرا.